يؤثر ما نأكله بشكل كبير على صحتنا وبالتالي على سلامة قلوبنا، ويمكن لنظام غذائي غني ومتوازن أن يلعب دورا كبيرا في الوقاية من عدد من أمراض القلب. وفي عصر يشهد تزايد استهلاك الوجبات السريعة وتناول الطعام خارج المنزل، من المهم أن ندرك الفرق بين الأطعمة الجيدة والرديئة بالنسبة للقلب. فالأطعمة المصنعة والسريعة مثل البرجر والجبن والكعك والفطائر تحتوي جميعها مستويات عالية من الدهون المشبعة، ويجري التركيز في اليوم العالمي للقلب هذا العام على خلق البيئات الصحية للقلب.